نقدر عليك يعني بسيط فرش جرح اليوم مش C'est bon? بالقاع بربعة. صباح الخير. إذا بعد 3 أشهر يجتمع المكتب السياسي، ولكن للأسف ليس بحضور كل أعضائه بسبب انعدام النقل الجوي بالنسبة للي جي من تمراسط، وبالنسبة للنقل البري فيما يتعلق باللي ساكنين بعاد حتى وين ما كانتش موجودة مطارات الحجر الصحي فك الاقتصادية والاجتماعية. ولكن قلنا لا يمكن أن نستمر في هذا الحال، لأن توجد تقلبات دولية وفي بلادنا، ونحن نسجل ترجحات تتسارع عالميا وفي بلادنا. فأمام جائحة الكوفيد 19 اللجوء للحجر الصحي من قبل تقريبا كل الحكومات، يعني أغلبية الحكومات في العالم، ترتب عنه كوارث، لأنه أولا الخسائر في الأرواح البشرية لم تتوقف، وشهدنا ذلك مثلا في إيطاليا في العديد من البلدان اللي طبقت الحجر الكلي، ولكن عدد الوفيات يعني انفجر كل يوم أكثر. وفي الميدان الاقتصادي والاجتماعي في النقل الجوي ويعني بكل أنواعه، في الخدمات، في الفن، في مجال الفن اللي هو جزء من الحضارة البشرية، في تقدم يتقهقر. وبالتالي يمكن أن نستخلص بأن الحضارة البشرية تقهقرت في هذه 3 أشهر اللي عشناها في ظل الحجر في بلادنا وفي العديد من البلدان في العالم. فالكوفيد 19 رفع القناع عن مدى وحشية النظام الرأسمالي الذي هو في خدمة الشركات المتعددة الجنسيات الكبيرة، حيث تم تدمير لعقود وعقود من الزمن، تدمير المنظومات الصحية من خلال سياسات التقشف والخوصصة وخنق البحث العلمي وتحويله لصالح الشركات الكبرى نتاع الإنتاج الصيدلاني. النظام الرأسمالي اليوم يعني الأزمة تهز في رأسه مباشرة في الولايات المتحدة. وفي هل كان الحجر الصحي الوسيلة الوحيدة لمواجهة هذه الجائحة من أجل إنقاذ الأرواح البشرية؟ مثلما سجلنا، الحجر الصحي لم يوقف انتشار الوباء، فالحالات عديدة جدا، بينما 4 مليار يعني نسمة في العالم صحي يتم تسجيل 400,000 وفاة والإصابات بالملايين، ولا تزال تزداد كل يوم أكثر. فالصور اللي شفناها يعني تذكرنا فقط بحالات الحروب يعني الدامية والقاتلة العالمية، الحرب العالمية الأولى، الحرب العالمية الثانية، يعني حروب الدمار الشامل. أما في البرازيل والولايات المتحدة، في البرازيل الرئيس الحالي هو يعني طبق سياسة ترامب في كل شيء، لأنه من اليمين المتطرف، وهما الرئيسان قررا عدم فرض الحجر الصحي ولكن دون توفير أدنى حماية. ففي المحافظات يعني اتخذت قرارات مختلفة أحيانا متناقضة. اليوم الولايات المتحدة يسجل فيها أكبر عدد
من الوفيات وإلى غاية اليوم والإصابات، وفي البرازيل أكثر من 30,000 إصابة، ولو أن القرارات مختلفة يعني ما بين كي نروحوا من ولاية لولاية أخرى. في الواقع وكل الخبراء والأطباء والباحثين يعني الجديين واللي هما صادقين أثبتوا بأن هذه النكبة العالمية لم تكن حتمية، على الأقل في الحجم نتاعها اللي بلغته. فصحيح أنه هذا الوباء يعني ليس مفبرك من قبل مخابر أمريكية أو صينية أو من أي جنسية أخرى، إنما هو يعني وباء طبيعي، وباء طبيعي. ولكن منذ البداية اتضح للجميع وفي يعني بصفة فظيعة، مدى عجز الحكومات، سواء تعلق الأمر بالبلدان الغنية أو الفقيرة، مدى إفلاسها في مواجهة هذه الجائحة، وذلك جراء تدمير يعني آلي، سيستماتيك تدمير آلي يعني منذ فترة طويلة للمهام الاجتماعية للدول بما فيها مثل ما قلت وألح على ذلك البحث العلمي. نعم، لو أن الحكومات اتخذت القرارات التي ترمي إلى توفير بعض الشروط فيما يتعلق بالحماية الصحية، أولا من خلال توفير العدد الكافي من الاختبارات للتست، وإحنا العدد في بلادنا ربما هو الأدنى في كل المنطقة، وفي حتى بالنسبة لجيراننا هذوما في الشرق وفي الغرب ولبلدان فقيرة جدا. ثانيا وسائل الوقاية مثل الكمامات، ولكن تكون مجانية وفي متناول الجميع، إن الدولة هي اللي توزعها، ووسائل التعقيم، تعقيم كل الأماكن العمومية وحتى الخاصة تقوم بها هيئات عمومية يعني مرافق عمومية، لكن المرافق العمومية على مستوى البلديات وفي كل في معظم البلدان تم تدميرها، وتم تنصل الدول منها لصالح القطاع الخاص اللي دائما يبحث عن الربح. رابعا توفير العلاج عبر الكلوروكين اللي هو يعني ما كانش علاج آخر اللي وجدوه الباحثين عالميين، وبالأساس وفي الجوهر توفير المستشفيات، المجهزة بالوسائل الطبية وبالأطباء والممرضين بالكم الكافي بالعدد الكافي. فلو كان لو أن الحكومات وفرت هذه الشروط لا يعني حدت لوغي مينيميزي الخسائر البشرية والخسائر الاقتصادية الضخمة، لما تمكنت من التصدي وتوقيف انتشار الفيروس، ولما كان الحجر الصحي آلي يعني معمم، لأنه من الواضح أن الحكومات لجأت إليه لأنها عاجزة، إن الحصيلة ثقيلة وثقيلة جدا، وعبارات الوحشية الإكسبريسيون تاع لا باربري يعني انفجرت بطريقة يعني مريعة في خلال هذه الثلاثة أشهر نتاع الحجر الصحي الكلي والشبه كلي في مختلف البلدان، من خلال التكفل بطريقة انتقائية بالمرضى، وبينما الموظفين يعني نتاع القطاع تاع الصحة في مختلف البلدان اللي هما يواجهوا الوباء معرضين للخطر بسبب انعدام وسائل الحماية لأشخاصهم، وأيضا التخلي عن المرضى اللي هما عندهم أمراض مزمنة في بلادنا وفي بلدان أخرى، وحتى الأدوية الضرورية للأمراض للمرضى هذوما اللي عندهم أمراض مزمنة واللي هما في خطر انقطعت على مستوى المستشفيات
بسبب انعدام النقل وبسبب تخلي المؤسسات عن هذه الفئات المريضة. ولقد سجلنا في العالم في حتى في البلدان المسمات بالديمقراطية كيف أصبح اللجوء للكذب وتزييف الحقيقة آلي، يعني قاعدة اشتغال بما فيه فيما يتعلق بالدواء العلاج الكلوروكين اللي تم إزاحتها لماذا؟ لصالح أدوية جد مكلفة، جد مكلفة وليست في متناول يعني الفئات الواسعة في أوروبا وفي كل مكان في العالم. ناهيكم عن بلادنا، إذا كان دواء يسوى مثلا 200 أورو كيف للأغلبية الساحقة أن تشتريه تقتنيه؟ ولكن هذا مش يعني كل شيء، العمال والشعوب يعني الفئات الواسعة اللي هما عايشين في الإغلاق كأنهم في سجن وطني، في سجن وطني واللي معنوياتهم محبطة بسبب الإغلاق، لأنه الإغلاق يمس حتى المعنويات، خاصة أنه الإغلاق يجلب التوتر ويجلب العنف حتى داخل العائلات. ولقد سجلنا مثلا في أنه الأكسيدان دوميستيك الأطفال يتحرقوا، أنه تصرى كوارث يعني انفجرت، لأنه الأمهات والأباء ما عندوش قادرين يطيقوا وضع كهكذا أنهم يبقوا في وضعية إغلاق مع أطفالهم الصغار ومع مراهقين اللي هما في حاجة باش يفجروا طاقاتهم كشباب. يعني هذا الحجر اللي هو بمثابة سجن، العمال والشعوب تتبعوا في إطار وبغضب متزايد كيف الحكومات المفلسة اللي كانت عاجزة عن مواجهة والتصدي للأباء واللي هي تتحمل مسؤولية عدد الوفيات بهذا الحجم والدمار الاقتصادي، كيف استغلت لي غوفرنمون اون مي ا بروفي، كيف استغلت هذا الحجر الصحي من أجل توجيه ضربات يعني جد عنيفة ضد المكاسب العمالية الاجتماعية والاقتصادية وضد الحريات النقابية والديمقراطية. وهذه الحكومات تعلن عن المزيد من التقهقر يعني في المرحلة المقبلة، المزيد من التدمير، من التقشف، من تسريح العمال، من غلق المؤسسات في إطار هجمات يعني شرسة على المنظومات الاجتماعية وحتى على المنظومات التعليمية، هجمة شرسة ضد المقاييس والضمانات للنورم اي لي غارانتي فيما يتعلق بعلاقات العمل. المنظمة العالمية للشغل تقول بأنه سوف يزداد عدد البطالين ب 50 مليون جراء هذا الحجر بسبب غلق مؤسسات وبسبب تعطيل النشاط. إنها العودة للقرون الوسطى بكل بساطة، العودة للقرون الوسطى في العديد من المجالات وفي معظم البلدان، وهذا ما يؤكد تقهقر الحضارة البشرية ضد هذا الهمجية بالذات. تنتشر الانفجارات الشعبية والعمالية عن الغضب المتزايد ضد الأنظمة والحكومة في أوروبا، في الولايات المتحدة، في أستراليا، في كل القارات، حتى في اليابان. بينما الانتفاضة في لبنان اللي كانت انطلقت في 2017 رجعت بقوة أكبر، وأيضا في السودان وعند جيراننا في تونس. في قطاع الصحة تم شن إضراب شامل، والاتحاد العام للشغل يدافع عن القطاع العمومي ويرفض الإجراءات اللا اجتماعية واللا عمالية، وهو الحال في العديد من البلدان حيث نقابات قاعدية وحتى أحيانا يعني كونفدراليات تتصدى للهجمات الشرسة، ولكن ليس في كل البلدان وفي كل الأحوال، ليس في كل احتجاجات وتوجد اعتصامات
يعني لم يمنعها الحجر الصحي، يقوم بها العمال والفئات الشعبية الواسعة ضد هذا الانهيار يعني المنقطع النظير. وبالتالي هذه الانتفاضات، العبارات والانفجارات تاع الغضب موجهة ضد الحكومات التي تشن هذه الحرب الاجتماعية والاقتصادية وضد الحريات الديمقراطية. يعني منذ الأزل لم نشهد أن توحد العمال والشعوب بهذه القوة وبهذه الطريقة. لماذا؟ لأن الحكومات كرجل واحد طبقوا نفس السياسات وبنفس الطريقة وبنفس الحدة وبنفس الوتيرة، وهذا ما جعل مصير العمال والشعوب يتوحد، وما جعل الغضب ينتشر كشرارة في كل القارات. إن شعار ارحلوا جميعا سوف ترحلوا جميعا، اتروحوا قاع، اللي بدأت تترجم وتنتشر في 2019 لمختلف البلدان من الشيلي إلى العراق إلى لبنان إلى حتى لجيلي جون في فرنسا في مختلف القارات، اليوم نلاحظ أنها أن هذا الشعار ترجم إلى كل اللغات بل وحتى كل اللهجات. فالموجة الثورية التي انطلقت في 2019 وبدأت في بلادنا في الجزائر يوم 2019 وتالتها يعني انتفاضات ثورية في بلدان أخرى، هي موجة أولى، كانت الموجة الأولى. ويعني العلماء يعرفوا أن الموجة الثانية هي اللي تكون دائما أقوى، وهي اللي تجرف كل شيء. وموجود من البلدان، إن الأزمة الثورية اللي تفاقمت في الولايات المتحدة إثر اغتيال الشاب الزنجي جورج فلويد، وهذه مش أول مرة ولا هو أول شاب زنجي اللي تم اغتياله، يعني فاقمت أزمة منقطعة النظير في الولايات المتحدة. وهذا الأزمة الثورية وجدت صدى وردت فعل شوك على مستوى كل القارات، خاصة في أوروبا وحتى أستراليا وحتى بلدان اللي ما كانتش فيها يعني ثورات وتعبئات شعبية. إنها أزمة منقطعة النظير. التعبئة في الولايات المتحدة وجدت يعني صدى في مختلف البلدان. لماذا؟ لأنها تلاقت في جونكسيون هاد لا موبيليزاسيون ريفولوسيونير، تلاقت مع الغضب العمالي والشباني والشعبي في كل القارات. والجميع أدرك بأن النظام الرأسمالي هو الذي يحمل في طياته العنصرية، مثلما يحمل في طياته الحروب والأوبئة والمجاعة والهمجية وتدمير الأمم فالحضارة البشرية. إننا يعني البشرية دخلنا في مرحلة جديدة. فأزمة النظام الرأسمالي التي كانت كامنة لاتانت أصبحت اليوم هي الميزة الكاركتيرستيك الرئيسية للرأسمالي العالمي المتقدمة والذي تمزقه تناقضاته. هذا النظام اليوم يشبه تلك الباخرة الثملة، ان باتو ايفغ، il ressemble à un bateau ivre، واللي هو على وشك ان يغرق، حيث يتسرب فيه المياه من كل الثغرات، واللي هو في دوامة يعني جهنمية، كأنها دولة متخلفة، دولة تاع تيغموند كما يقولوا، دولة متخلفة مضطهدة. الرئيس
طول بلي الاكراد هما اللي شعلوا النار في الولايات المتحده، وهذا احتقار للعمال والفئات الواسعه من الشعب الامريكي، احتقار لكل الشعوب. النار اللي كانت خامده، اللي كانت خامده بصح الجمر نتاعها كان موجود في الولايات المتحده ومختلف القارات، اليوم اشتعلت. هذا النار اشتعلت ضد السياسات القاتله الاجراميه المسلطه على العمال والفئات الواسعه. هذه النار الان تنتقل لكل القارات لتوحد العمال والشعوب في ثورتها ضد هذا النظام العالمي. فالجميع يدرك ان بقاء الحضاره البشريه وبقاء العمال والشعوب مشروط برحيل النظام الرأسمالي. وما هو الحال في بلادنا؟ للأسف السلطة في بلادنا طبقت نفس الإجراءات وتصرفت بنفس الطريقة التي تم يعني تجسيدها أو اتباعها في البلدان العمال والشباب من الآن. فالانهيار الاجتماعي في بلادنا لا يضاهي النادغال لفوندرمون سوسيال دون نوتر بيي، النادغال لا يضاهي الذي عشناه عاشته الفئات الشعبيه الواسعه. فرافق حيث رافق حرب التفسخ والارهاب اثناء السوداء، عندما زيادة على العدد الفظيع من الخسائر في الأرواح البشرية وعن الدمار الشامل في المنشآت القاعدية، صندوق النقد الدولي استغل المأساة هيكلي قاتل وإجرامي، والذي خلف من بين ما خلف من القرارات الوحشية والإسقاطات غلق 1500 شركة عمو القضاء على 1,200,000 منصب شغل، وعمم اللا تنظيم في علاقات العمل وفي السوق، وجعل الاقتصاد مافياوي بسبب الخوصصة وترخيص القطاع العمومي والخدمات وتخلي الدولة عن احتكارها للتجارة الخارجية. إن قرار الحجر الصحي لمدة 3 أشهر وما زال مستمر جزئيا أغرق ملايين العائلات الجزائرية في الضيق الاجتماعي دون لا ديتريس سوسيال، من عائلات العمال الذين لم يتقاضوا رواتبهم في القطاع العمومي والقطاع الخاص في الإنتاج، ومن عائلات التجار الصغار، من عائلات الحرفيين والناقلين الخواص، العمال اللي كانوا يبيعوا لبرا يعني ضغط الفورمال اللي عنده نصبه ولا كذا، او اللي كانوا يخدموا بالنهار يخلصوا بالنهار للجورناليه. وفيما يتعلق بمعظم نشاطات الخدمات حتى قطاعي الزراعه والصيد البحري لم ينجو من هذه الاسقاطات الوخيمة. أما قطاع البناء والأشغال العمومية والري اللي هو كان ديجا بالأساس في أزمة، حيث فقد ما لا يقل عن 275 منذ 2018، وهو الآن يعني في حالة تصدع مطلقة وشاملة، وفقد أكثر من 2000 شركة بسبب الحجر، يعني عشرات آلاف مناصب شغل أخرى. في الواقع باستثناء قطاع المحروقات واللي هو أيضا دخل في أزمة بسبب انهيار الأسعار وبسبب الأزمة اللي تستهدف الغاز، قطاع الغاز خاصة، كل القطاعات تم شلها، مما ترتب عنه خسائر خيالية، دي بيرت ابيسال، يعني حاليا لا يمكن تقييمها، ما كانش كل الارقام.
اليوم حتى رواتب نتاع موظفين في اقصى الجنوب، في ولايات اقصى الجنوب، تمرس اضرار اليزي وتندوف، ورغم حساسيتها لكونها في على الحدود، واللي المفروض انه هناك السكان يكونوا مرتاحين باش يقدروا يقاوموا ويساعدوا اجهزه الامن والجيش في الدفاع عن الحدود، الموظفين على مستوى الادارات لم يتم صب الراتب تاعهم تاع شهر جوان، تم تجويده بقرار مركزي من الخزينه العموميه، وهذا بالخطوره بمكان. اذا كان الفقر استقر في بلادنا اثناء المأساة الوطنية بسبب مخطط التصحيح الهيكلي، اليوم تستقر الفاقة، يستقر البؤس، الفاقة والبؤس تدير لا ميزير لعائلات العمال اللي هما الان يجدوا نفسهم دون مناصب شغل او دون رواتب. اليوم المجاعة لفامين اصبحت واقع عائلات بما فيه في العاصمة في الكاليتوس، ولكن ايضا عائلات عمال يقولوا كما العمال تاع درعب الخدة، ولينا ناكلوا الحشيش، ياكلوا الحشيش، ما كانش مداخيل نهائيا. ماذا نقول عن الفئات المنجزة ديزيريتي؟ الكوش ديزيريتي عندما عائلات تجار وحرفيين تجد نفسها دون دخل بصفة مطلقة. نعم، المجاعة الآن أصبحت واقع في الجزائر. حتى الأطباء 1552 اللي تحصلوا على شهاداتهم مؤخرا بعد دراسة طالت باك بلس دوس، هذوما أخصائيين، بينما المستشفيات في حالة ضيق مطلق بسبب العجز في الأطباء والممرضين، لم يتم تعيين هذوما الأطباء لأن هناك مناورة. السلطة تلغي الخدمة المدنية تحت غطاء الاستجابة لمطالب الأطباء، ولكن تستخدمها باش ما تعينش الأطباء الجدد، يعني أصبح مش من مسؤوليتها أنها تعينهم. هذوما الأطباء يصرحوا أنهم أصبحوا حتى هما يعني مشردين، ويسلفوا الدراهم باش يقتاتوا، باش عائلاتهم ما تدخلش حتى هي في المأساة نتاع العائلات الأخرى. أما بالنسبة لتلك المنحة يعني المخزية والاستفزازية تاع 10,000 دينار، واللي انتفع منها يعني جزء ضئيل جدا من الفئات الواسعة المسمات بالمعوزة، فلقد أسقطت القناع عن يعني حجم الخراب، لو ديزاستر، elle a levé le voile sur l'étendue du désastre social. فعدد الأشخاص والعائلات العديمة الدخل انفجر حيث انفجرت القوائم، أصبحت لا ناهية. وفي نفس الوقت مستغلة لظرف الحجر الصحي، قيادة الجوية الجزائرية، مديرية شركة الطيران الوطني، حاولت تسريح جزء كبير من العمال والتخفيض في الرواتب، ولكن بصفة يعني مهولة. في نفس الوقت يتم تسريح نقابيين من الاستواء، البيرسونيل نافيغان، يعني يتم توظيف مرة أخرى العدالة باللجوء إليها، ولكن حتى دون انتظار قرار العدالة يتم فصل هذوما النقابيين، والسلطات يعني الوزارة والمسؤولين على المستوى المركزي ساكتين، لأنه في الواقع هذا هو التوجه اللي هما ناويين يعموه. يعني النقابة تصدت لهذا المشروع وتمكنت من تأجيله، تمكنت من تأجيل العمال في كل القطاعات يتابعون هذه التداعيات، ويستعدون لمواجهتها، لمواجهة الحجرة
اللي رجعت بقوة وبعنف. في قطاع التربية الوطنية قرارات تعسفية تمس الأساتذة، قرارات نقل ديميتاسيون أربيتخير، قرارات بالمساس بالمكاسب، بينما قطاع التعليم على كل المستويات يعني تصدع يعني بدرجة مهولة من جراء هذا الحجر الصحي. بعد التعليم حتى انترنت احنا ما عندناش، ما يمشيش كما يلزم، حتى انترنت ما يمشيش في بلادنا، ينقطع باستمرار. العائلات شافت العواقب الوخيمة على الأطفال نتاع هذا التعليم، باسكو الأطفال خلاص يعني ما عادوش متجندين كما قبل، ما كانش ضوابط، ما كانش المقاييس، ما يشوفوش الأساتذة نتاعهم، ما يشوفوش زملائهم. أما في التعليم العالي اللي راحين يرجعوا يقراوا في أوت، في منتصف شهر أوت، المطلوب من الأساتذة أنهم ينظموا الامتحانات تاع الغطرفاج تاع الثلاثي الأول ولي غطرفاج أوسي دروس ولي غطرفاج تاع السداسي الثاني، وينظموا ويبرمجوا لي سوتنونس، لي سوتنونس نتاع ليسانس والماستر والدكتوراه، هذا كل في غضون شهر واحد، شهر واحد. اذا ماشي هذا تقصير للتعليم العالي، واذا ماشي، واذا كان تخفيض لموين لي في الامتحانات بالنسبه للمتوسط وللابتدائي وللثانوي، اذا ما كانش تقصير للمقاييس كيف نسميه، وهذا بالخطوره بمكان. ولا ندري الى غايه الان ما تحضره السلطه لما بعد، ما تحضره لما بعد، نظرا لما سجلناه في بعض البلدان في الخارج، لأن كل شيء يؤشر بأن السلطة لا تنوي تحسين مصير الأغلبية الساحقة اللي هي مسحوقة ديجا بواسطة قانون المالية، ويدل على ذلك قانون المالية التكميلي ل 2020 اللي تم تمريره عبر البرلمان الهش بواسطة الزيادة في الوقود اللي راح تكون عندها إسقاطات على كل القطاعات، على كل شيء، وبالتالي على القدرة الشرائية، على الصناعة، على الزراعة، على الصيد البحري، على الخدمات، على كل شيء، بيشوف على النقل قبل كل شيء، حتى التاكسيون بداوا من الآن، والناقلين بداوا من الآن يطرحوا انشغالاتهم. بالنسبة لنا هذه المسألة، يعني المسألة الاجتماعية المتعلقة بالخبز، يعني الاقتيات بالعتب، أي بكرامة، ببقاء أولويات، هي أولوية الأولويات، إنها الشرط من أجل كل شيء، إنها الشرط من أجل كل شيء، قبل كل شيء. في انتظار الحصيلة الحقيقية للوباء، لما خلفه الوباء، لأن اللجنة نتاع الخبراء نتاع الأطباء اللي تمد الأرقام ما هياش هيئة مستقلة، نحن لا نوجه لها أي اتهام، ولكن لا نعتقد أنها متحكمة في الأوضاع في كامل التراب الوطني. فالمعطيات التي تصلنا من المستشفيات مباشرة تؤكد أنها لا تملك الوسائل حتى تتحكم حقيقة في الأرقام. نحن نعلم بأن من الآن ومن البداية بأن الموظفين في قطاع الصحة كانوا دائما من البداية في مقدمة وفي طليعة محاربة الوباء يواجهون أكبر الصعوبات، لأنهم لا يملكون أدنى الوسائل. يعني هذا الوباء كشف القناع كليا عن الأوضاع المأساوية في قطاع الصحة، ولقد الجميع سجل العشوائية والفوضى الكافوياج التي ميزت وتميز التصريحات والقرارات الرسمية والتناقضات، وأحيانا يعني حتى تصريحات ما هيش بعيدة عن التفاهة، يعني كيف خيز لو ريديكول، ولكن
ساعة الحصيلة والحساب المحاسبة تقترب في بلادنا كما هو الحال في حيث انطلقت في العديد من القارة الأمريكية في مختلف البلدان الأخرى. ومن الآن الغضب يتزايد في بلادنا مثل ما هو الحال في مختلف البلدان. حسب الأرقام الرسمية يعني بلادنا من بين البلدان اللي هي الأقل تضررا من الفيروس من الجائحة، يعني 10,000 أزيد شوية من 10,000 حالة يعني مصاب، أزيد شوية من 7,000 وفيات، 700 وفيات. بيان سور متضامنين مع عائلاتهم، ونعتبر انه كان ممكن انه العدد ما يكونش بهذا الحجم، لكن اذا قارناه مع دول اخرى، اذا قارناها هذه الارقام الرسميه زعما احنا رانا خير من ما سورتو في اوروبا والولايات المتحده، باسكو هما سافادير الهبوط نتاعهم لا شوت نتاعهم كانت عنيفه جدا في العقود الاخيره. كيف نفسر إذن؟ كيف نفسر فرض الحجر الصحي لكل الولايات بما فيها الولايات اللي تقريبا ما تقاسش، يعني حالة واحدة أو اثنين أو حتى 10، ما قدروش نقولوا أنها ولاية يعني في خطر، يعني 10 حالات يمكن التكفل بها. في الواقع لا توجد مستشفيات مجهزة، لا توجد أدنى الوسائل. كيف نفسر أيضا الغرامات نتاع 10,000 دينار بالنسبة للمواطنين اللي ما يحطوش الكمامات، إنه سعرها 500 دينار ولكن بالمضاربة يوصل حتى 50 دينار، وهو يوصل إلى 200 دينار. كيف 50 دينار بالنسبة لعائلة عندها 5 أفراد واللي دخل رواتب غير مدفوعة، العائلات العمالية ولا الفئات الأخرى، حتى الأطباء هذوما 1552 اللي لم يتم تعيينهم، ولا هذوما الموظفين في الجنوب، ولا العائلات اللي تضروا، كل الفئات اللي تضرت، منين تجيب الدراهم باش تشتري هذه الكمامات، علما أنه الكمامة إذا ما كانش تتغسل أو لازم تتبدل عدة مرات في اليوم. معناه يعني السلطة ما يكفيش أنها بينت هي الأخرى العجز نتاعها المطلق في مواجهة الوباء، تزيد تستغل وتوظف هذا الوباء باش تزيد الخناق على الفئات الشعبية الواسعة اللي هي بالأساس في حالة ضيق مطلق. هذه كلها استفزازات، إنها استفزازات. ثم كيف نفسر انقطاع الأدوية والصمت المؤسسات والسلطات حول هذا الشيء؟ إن الحصيلة الحقيقية عندما تكشف سوف ترفع القناع عن يعني الآثار الوخيمة التدميرية للحجر الصحي على مختلف القطاعات. لكن كيف نفسر تصويت البرلمان الهش المرفوض من قبل الأغلبية في شبه سرية على قوانين وعلى إجراءات، من بينها في قانون المالية التكميلي إلغاء القاعدة 51-49 وحق الشفعة للدولة، اللذان هما جزء من خاصيات السيادة الاقتصادية للدولة الجزائرية عندما استعادت ولو جزئيا هذه الخاصيات في 2009 بعد أن فقدتها جراء التصحير الهيكلي وليس التصحيح الهيكلي. لماذا اختارت السلطة فترة الحجر الصحي لتتهجم على مقياس تحديد سن التقاعد بستين سنة، مما يفتح الباب للقضاء على هذا المقياس نهائيا؟ زعما قال العامل ولا الموظف اللي يحب ولا الأجير اللي يحب ينجم يخدم حتى 55 سنة، ما احنا ما يحسبوناش مغفلين.
65 سنة ما يحسبوناش مغفلين، احنا نشوف ونتبع ما يحدث في العالم، ما يحدث في العالم كيفاه بنفس الطرق تراوغ بعض الحكومات من أجل تدمير المنظومات تاع التقاعد والمنظومات الاجتماعية. إذن هناك نية خبيثة ترمي إلى تدمير هذا المقياس، سيت نورم، إن نورم ما تقنعش. 60 سنة 60 سنة، ما كانش 60 سنة بصح اللي حب 65 وبعد تولي 67 وبعد تولي تتعمم للجميع. وكيف نفسر أنه بعد ما اتخذ قرار رفع الحجر الصحي جزئيا وعودة العمال جزئيا خاصة العمومية بدءا بقطاع الأشغال العمومية والري، كيفاش في نفس الوقت يرفع الحجر ويطلب من المشغلين أرباب العمل أنهم يضمنوا النقل؟ من الواضح جدا أنه في غياب النقل العمومي رح المشغلون يعني أرباب العمل سوف يسرحون بصفة جماهيرية، يغادي ليسونسيمون ماسيف، اللي ما يقدرش يوصل لمنصب الشغل يستخلفوه باللي يسكن جوست قريب وفي أي وبأي شروط وأي شروط نظرا لتفشي البطالة. وعندما سمعت صباح اليوم في الإذاعة أنه يتم السماح منذ يوم الاثنين، انطلاقا من يوم الاثنين، للتاكسيات باش يعاودوا يشتغلوا، ولكن بشرط أنهم يديوا زبون واحد، يركبوا زبون واحد. جاني سؤال في راسي، هي التاكسيات عندنا بالبلاصة، دونك إذا كان الكورسة بخمسين دينار، هذا اسكو يكتفي بخمسين دينار ولا الزبون يخلص ربع أضعاف باش ما يخسرش هذاك التاكسي، ولا التاكسي يقبل انه يخسر؟ شكون اللي راح يتحمل الخسارة؟ حتى مواطن ما يقدر الا الفئات بيرسوغ اللي عندها مداخيل ما نعرفش منين جابتها، او اللي عندها نيبارن كبيرة تسمح لها باش تقدر يعني تقاوم شوية. حتى مواطن ولا اجير ما يقدر يركب في تاكسي ويخلص 200 دينار ايابا وعودة للبيت، وحتى شوفير تاكسي ما يقدر، خاصة وأنه سعر الوقود رايح يزيد في التكلفة نتاعو. ثم كيف نفسر إدراج تعديلات تقهقرية على قانون العقوبات، تقهقرية لأنها تقيد في حرية التعبير، يعني في إطار إجراء استعجالي، دون الكادر دون بروسيدور دورجانس. أين الطابع الاستعجالي في تعديل قانون العقوبات بينما الحجر كان شبه مطلق؟ في الواقع قائمة التساؤلات لا متناهية، طويلة جدا ولا يمكننا التطرق إليها جميعا، وهي هذه التساؤلات لوحدها تبين عجز الحكومة، وفي نفس الوقت تبين وجود نوايا غير معلنة، نوايا سيئة غير معلنة. ربما الجواب على هذه التساؤلات والتساؤلات الأخرى يكمن في كون السلطة قررت أنها تبرمج وتفتح تبرمج تعود إلى برمجة ملف مراجعة الدستور، يعني ليس إصلاح، مراجعة الدستور. الدستور كانت قد قررت تأجيلها إلى ما بعد الجائحة، وهذاك القرار كان صائب عادي منطقي إنه الناس ما تقدرش تتناقش، الناس كذا وكل شيء مغلق وكل شيء معلق، فلا يمكن طرح أي فكرة سياسية في هذا الظرف، خاصة وأنه الإعلامي مطلق. لماذا هذا التقلب؟ كيف يمكن تفسيره؟ comment expliquer un tel revirement؟ في الوقت اللي البلاد كلها مشلولة بسبب الحجر الصحي هكذا، ولكن وهكذا في نفس الوقت استفزازات أخرى، لأن هذا الأمر بمثابة استفزاز أيضا، بينما النشاطات السياسية
واللقبية مشلولة مجمدة باستثناء مؤتمرات واجتماعات الأفلان والأرندي، وهذا وحده كافي باش يبين سياسة الكيل بمكيالين ومحاولة رسكلة وإنقاذ الأحزاب تاع النظام اللي هو ما تغيرش، هو نفس النظام. إذن النشاطات تاع الأحزاب تاع النقابات وتاع الجمعيات الحقيقية كل شيء مشلول، يتم توقيف، يعني دابور استجواب واستدعاء وتوقيف نشطاء، بل وحتى اعتقال، محاكمة واعتقال نشطاء جدد. الآن العدد فات 50، فات 50، وتم يعني وتحت يعني مذهلة، لأنه عندنا عقود من اللي ما عندناش نسمعوا بها كذا، يعني تهم توجه من أجل تبرير سجن سجناء رأي أو سجناء سياسيين، تنظم محاكمات في ظروف يعني لا تتوفر فيها أدنى شروط النزاهة، يعني ظروف تاع ستالينية، تاع ستالينية في الثلاثينيات والربعينيات والخمسينيات والستينيات. ألا يحق لنا أليس من حقنا المشروع أن نستنتج بأن هناك استغلال وتوظيف للحجر الصحي من خلال هذه القرارات ومن خلال هذه القوانين والإجراءات؟ إن الاعتقالات في ظل الحجر الصحي وتنظيم محاكمات لا تسمح للمتهم حتى بمواجهة القاضي، بالدفاع عن نفسه، بالتمتع بالحق في الدفاع، مما جعل بيانسور عدد من جزء من المحامين يرفضون هذه محاكمة عن بعد، هذا تدمير حتى للقضاء، الجهاز القضائي لأبسط الحقوق الديمقراطية. إن هذا غير مقبول، ولا يطاق، خاصة وأنه في العديد من البلدان بما فيها الغير ديمقراطية نهائيا تم إطلاق سراح السجناء حتى تاع الحق العام لدواكما بسبب جائحة كورونا، من أجل حماية أرواحهم. لا يمكن لأحد أن ينظر بأننا أمام إغلاق عنيف وشامل للساحة السياسية والإعلامية. وآخر شيء اللي أكد ذلك هو القانون المتعلق بالإعلام الإلكتروني، القيود الموضوعة على الإعلام الإلكتروني، إنما في نفس الوقت في الجانب الاجتماعي للتخافيور نتاع لي كور كومون بما فيها اللي يستغلوا تاع الأسلاك المشتركة لم يتقادوا أجورهم، وهما اشتغلوا ما كانوش مانبا معطلين بسبب الحجر. هل يتعلق الأمر بالنسبة للسلطة بتحضير نفسها لما بعد كورونا حتى تمنع وتقمع كل تعبئة لاحقة، كل تعبئة مستقبلية، سواء تعلق الأمر يعني أنها تتعلق بمسائل اجتماعية أو برحيل النظام بمسائل سياسية؟ ولكن إذا كان الأمر هكذا، ألا تنظر السلطة في بلادنا إلى ما يجري في العالم؟ ألا تستخلص الدرس مما يجري في الولايات المتحدة، في أوروبا، في أستراليا، حتى في اليابان، حتى في بلدان عمرها ما صارت فيها تعبئات يعني بهذا الحجم وبهذا القوة؟ ألا تستخلص العبرة من عودة الثورة في لبنان، الانتفاضة الثورية، من التعبئات العمالية والشبانية حوالينا، من عودة المسار الثوري في السودان، من ما يجري في إسبانيا، في فرنسا، في مختلف البلدان؟ ففي كل القارات العمال والشعوب تنتفض ضد السياسات اللا اجتماعية والقمعية، ضد التقهقر، ضد المساس بالحقوق والحريات الديمقراطية.
تنتفض لطرد الأنظمة اللاشعبية اللي هي مسؤولة، اللي تحملها مسؤولية هذا الكارثة اللي ألمت بالبشرية. وفي هذا العمال والشعوب يتحدون الكوفيد 19 ويتحدون القمع في الولايات المتحدة، في فرنسا، في كل البلدان. نحن الآن يعني نشوف كيفاش وحدة المصير في كل الجوانب بما فيها في قمع الحريات. هل عندما عمت خفت؟ أكيد لا، أكيد لا. في الجزائر الشعب كان سباق في 2019 حيث فجر ثورة في فبراير، وهذا الثورة لم تمت، تم تعليق المسيرات بسبب الوضع والحجر اللي كان مفروض. ولما السلطة كانت عاجزة عن التصدي بالوسائل العلمية للوباء، الجماهير كانت مغلوبة على أمرها، ولكن لم يتوقف النقاش ولم تتوقف التعبئة، والمعنويات ظلت هي نفسها ثورية. نحن نقول على السلطة أن تتمعن، que le pouvoir médite chez les raw sayer حواليه. لنعود لتعديل الدستور، وأكرر تعديل وليس إصلاح، تعديل الدستور. ونقول لا، هذا يعني هذا البرمجة لا يمكن أن يكون يعني بالصدفة هكذا بالصدفة، لأنه يعني لولا وجود حسابات سياسية، أي وضع الشعب قدام الأمر الواقع، car en dehors de calcul politique, c'est-à-dire mettre le peuple devant le fait accompli, la شيء كان يبرر المشروع في هذه الظروف، بل وحتى السلطة يقولون بأن هذا المشروع هو استجابة لأهم مطالب التعبئة الثورية التي انطلقت في فبراير 2019، إلا أنه طيلة سنة كاملة الأغلبية الساحقة أكدت وجددت دون انقطاع كرجل واحد التطلب الرئيس المركزي المتمثل في رحيل النظام، وليس ترقيعه ولا رسكلته، حتى تتمكن تلك الأغلبية الساحقة من ممارسة سيادتها بالكامل. التعبئة الثورية طرحت كمسألة مركزية رحيل النظام والمنظومة، منظومة الحكم الرئاسي المسؤولة عن كل الإجراءات منذ الاستقلال، والمسؤولة عن الأزمة يعني الشاملة اللي تتخبط فيها بلادنا. إن اللجوء لمراجعة الدستور يتناقض مع التطلع والتطلب نتاع الأغلبية الساحقة، لأن مراجعة الدستور يرمي إلى إنقاذ النظام، إلى رسكلته، وإلى الحفاظ على منظومة الحكم نتاع الحكم الفردي الرئاسوي ونتاع عدم الفصل ما بين السلطات ومصادرة السيادة الشعبية. لا يمكن، ولقد تأكد، لا يمكن أن نخلق الجديد بواسطة القديم. Il est impossible de faire du neuf avec du vieux. لا يمكن للنظام الحالي، النظام القائم، لا يمكن إصلاحه، لأنه متفسخ، لأنه منتهي الصلاحية، لأنه مهتري. Il est décomposé, putréfié, périmé. Donc pas réformable, pas recyclable. لقد كشر هذا النظام عن أنيابه،
وفضح نفسه من خلال قراراته المجحفة في كل المجالات السياسية منها والاقتصادية والاجتماعية. فيما يخصنا لا ولم يدهشنا ذلك، لأنه نفس النظام الذي كان موجود قبل 22 فبراير 2019 على عكس ما يدعي البعض. فاستبدال الأشخاص بأشخاص آخرين على رأس المؤسسات لا يمكنه بتاتا توقيف أزمة النظام القاتلة ولا تغيير طبيعته اللاديمقراطية والتعسفية، مما يجعله يتغول أكثر ويزداد وحشية. وهو نفس الحال في يعني كل البلدان، وحتى بالنسبة للنظام الرأسمالي هي استمرارية لنفس النظام بوجوه جديدة بزمنية جديدة تريد استخلاف الزمنية القديمة التي ما زالت متواجدة لم تختفي بعد. إنها نفس العلاقات والاجتماعية بين السلطة من جهة والأقلية من جهة، بينها وبين الأقلية من جهة، وبينها أي السلطة والأغلبية من جهة أخرى، حيث السلطة تمارس العنف ضد هذه الأخيرة وتراعي مصالح الأقلية الغنية وهي تلجأ لمختلف الذرائع الواهية. لذا مسألة تغيير النظام هي مسألة إنقاذ وطني أكثر من أي وقت مضى، هي مسألة وطنية وليست إيديولوجية. C'est une question de patriotisme et non une question idéologique. C'est une question de sauvetage de la nation. نريد التذكير مرة أخرى لمن نسي أو يتناسى بأنه يوم 22 فبراير 2019 الأغلبية الساحقة، يعني تقريب شبه إجماع لدى الشعب الجزائري، حققت وثبة الشخص النظام وإنقاذ الأمة بواسطة التأسيس للديمقراطية الحقيقية بكل مضامينها منذ ذلك الحين حتى يفرض بقاؤه. النظام لم يتوقف عن المناورة لكسب الوقت، لكن نهاية هذه النظام حتمية، لأن الأمر يتعلق بمسار تاريخي، في كل الظروف، أمام كل ظرف يطرأ، حزب العمال ينطلق من تطلعات وتطلبات ومصالح أغلبية الشعب التي لا يمكن فصلها عن مصالح الأمة. لذا لم يشارك حزب العمال في الحوار، هو بالأساس لا يوجد أي حوار حول مشروع تعديل الدستور، لأنه لا يمكننا أن نزكي شرعية على عملية تصادر سيادة الشعب، والتي يتمثل هذه العملية هدفها في بقاء النظام، في فرض استمرار النظام بوجوه جديدة وببعض الرتوشات، ولكن أيضا حتى بتقهقرات كثيرة. بينما هذا النظام مرفوض من قبل الأغلبية الساحقة، إن حتى أن الناطقين باسم السلطة يعترفون بنفسهم، يعترفون بأن مسألة تغيير النظام ليست مطروحة، يقولون وبكل صراحة أنها ليست في جدول الأعمال، ce n'est pas à l'ordre du jour. ويبررون ما لا يمكن تبريره، بما فيه يبررون الشذوذ والتيه، c'est-à-dire ils justifient l'injustifiable, les pires aberrations. التيه، أبشع التيه والشذوذ. إذن بالنسبة لنا، الشكل يطغى على المضمون في هذه المسألة بالذات. نعم الشكل على المضمون، لأن سيادة الشعب تمر عبر ممارسة الشعب لسيادته، تمر عبر النقاش الشعبي الحر دون أي قيد، أي تحرير الإعلام كليا
العمومي والخاص من كل قيد حتى يتمكن الشعب من مناقشة من النقاش من كل مكوناته ليحدد بنفسه شكل ومضمون المؤسسات التي يحتاج إليها لممارسة سيادته والتي هي الضامنة. السيادة الشعبية هي الضامنة للسيادة الوطنية، وليحدد السياسات المطابقة لمصالحه ولاحتياجاته ولمصالح الأمة السيدة، يعني بكل سيادة. إن سيادة الشعب لا يمكن أن تتمثل أو تمر عبر لجنة، كان من المفروض أنها تعتني بالجانب التقني أو القانوني لأي مشروع، أي لبياج جوغديك، المفروض أنها تعتني بالجانب القانوني بالصيغ القانونية، أو مثل ما قال رئيس اللجنة في إحدى أولى مداخلاته: نحن لسنا جمعية تأسيسية، نحن لا نتدخل في الجانب السياسي، نحن فقط نتطرق للقواعد المتفق عليها عالميا. لكن سرعان ما تحولت هذه اللجنة إلى وصي على الشعب. نصبت نفسها هذه اللجنة وصيا تيتور على الشعب، مدافعة عن النظام بشراسة، مبررة ما لا يمكن تبريره، أو داخل هذا المسودة بتاع الدستور، وكل هذا بلهجة ازدراء واحتقار، يعني وترفع وحتى سلافة أحيانا باتجاه الشعب. إن سيادة الشعب تتناقض كليا مع مشروع دستور، خاصة ونحن في ظرف ثوري بعد اندلاع مسار ثوري، مع مشروع دستور يقوم بصياغة لا تفويض شعبي له. يتم تمرير هذا المشروع عبر برلمان يفتقد لكل شرعية، مرفوض من قبل الأغلبية المطلقة والساحقة، ثم يعرض في شكل استفتاء على المواطنين كي يعني يعبرون عن رأيهم، بينما الأمر يتعلق برزمة تعديلات، جوان باكي داماندمون، قال أنت لازم تقول نعم أو لا على 100 ولا 130 تعديل، ولا يمكن لك أن تشوف أنه هذا التعديل مليح وهذا مش مليح وهذا كذا. صديق أنه لا يمكن للشعب، للأغلبية الساحقة، أن يقرر فيما يتعلق بالدستور بكل ديمقراطية. إن سيادة الشعب تتمثل في ممثلين، تمر عبر ممثلين مفوضين من قبل الأغلبية أو الشعب ككل، يجتمعون في جمعية تأسيسية لصياغة دستور مطابق لمطالبات الأغلبية الساحقة، بعد نقاش واسع يفرز التوافقات الوطنية الحقيقية للفيغيتابل كونسنسوس ناسيونو في كل المجالات المؤسساتية والسياسية الديمقراطية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية وفي السياسة الخارجية، في إطار مسعى يرمي لإعادة تأسيس وإعادة بناء وطنيين. نعم، في هذه المسألة وفيما يخص هذا الملف، الشكل يطغى على المضمون، لأن اختيار الشكل من قبل السلطة، اختيار التوقيت والمنهجية، أي لجنة خبراء ينصبون أنفسهم أوصياء على الشعب، يتدخلون في الخيارات السياسية، يبررون ما لا يمكن تبريره، وتمرير هذا المشروع على البرلمان الهش، واللي هو البرلمان نتاع السلطة السابقة تاع ما قبل، ف
فبراير 2019، وهذا يزيد يأكد أننا في ظل نفس النظام، لم يتغير شيء. هذا الشيء اللي يفسر المضمون. فبغض النظر عن الهدف يعني الرئيس المتمثل في إنقاذ النظام من قبل السلطة الحالية، وهذا الهدف يعني باين واضح وضوح الشمس من خلال هذا المشروع، سوف نتوقف عند نقطة واحدة لأنها تمس مسألة استراتيجية. نقطة واحدة تتمثل في مشاركة الجيش في عمليات يعني تخرج من الحدود نتاعنا، مسمات بعمليات حفظ السلام. بالنسبة لنا هذا المسألة نقطة قطيعة، يساجي دان بوان دو روبتور، لأنها تغير طبيعة الدولة الجزائرية الموروثة عن الاستقلال، وتجسد قطيعة مع الثورة التحريرية ومع تاريخنا، مع تاريخنا الثوري وتاريخنا النضالي. لقد سمعنا تصريحات شاذة، ديزابيراسيون، ديكلاراسيون ابيرانت، بل يعني فظيعة، دي زوغور، من قبل أولئك الذين من داخل السلطة ومن خارجها يحاولون تبرير هذا التغيير الجذري خارجية، لأنه تغيير جذري. عمليات حفظ السلام، لكن الجميع يعلم بأن نفس القوى العظمى الإمبرياليات التي الأهلية وتشن حروب احتلالية على بلدان في قارتنا، في أمريكا اللاتينية، في آسيا، في المشرق، في منطقة المشرق، في مختلف بقاع المعمورة، حتى تتمكن كبريات الشركات من نهب الثروات متاع الشعوب، هي نفسها توظف وتستعمل الهيئات الدولية متاع الأمم المتحدة ومتاع الهيئات الإقليمية في إطار عمليات المسمات والمزعومة عمليات حفظ السلام، فترسل جيوش لتضمن للشركات الأجنبية مواصلة النهب في سلام، مواصلة النهب في سلام. نحن حزب دولاني وشاركنا في الحملة الدولية من أجل رحيل لامينوستاه من آي تي، وندري جيدا ما جرى تدخل في هايتي وطرد الرئيس اللي كان شرعي وزرع تعميم الفوضى. تعميم الفوضى، جاءت لامينوستاه لتغتصب النساء، لتنهب، لتضطهد، حتى ثار الشعب الهايتي، ثار، ونحن دعمناه وتتبعنا ما جرى في الزاير السابق واللي تم تقسيمه فيما بعد. من أجل النهب الخارجي تم توزيع السلاح وزرع الفتنة، ونفس الشيء في مختلف البلدان الإفريقية التي غرقت في فوضى دامية وعارمة. الأمم المتحدة تحفظ السلام في العالم، حاميها حراميها. أليست الأمم المتحدة هي من صادقت على قرار تجزئة فلسطين وإنشاء الكيان الصهيوني؟ ألم تصادق على قرارات تهجم الجيوش الأمريكية والعدوان 30 على العراق في 91 فدمرته نهائيا؟ ألم ترافق وتصادق على القرارات الأمريكية والأوروبية بتدمير مختلف البلدان الأوروبية وفي المشرق وفي القارة الآسيوية؟ هل يمكن أن ندعي بأن الأمم المتحدة تحافظ على مصالح الشعوب والأمم وتحافظ على السلام في العالم؟ نعم، نحن لا يمكن تغليطنا أبدا وإطلاقا، ولا يمكن تغليط الشعب الجزائري والضحك على ذكائه، فكل شيء مكشوف عالميا الآن، لا يمكن أن نخفي أي شيء. ثم مشاركة الجيش الشعبي الوطني في
هكذا عمليات. ألا يعني أن تشارك ميزانية الدولة في تمويل هذه العمليات؟ وما هي مصلحة الجزائر في كل هذا؟ ما هي المصلحة؟ ما هي المصلحة؟ المنتفع الوحيد من هكذا مشاركة هي القوى العظمى، لحتى تقدر تحمي جنودها ويروحوا جنود البلدان المستضعفة بلادنا يموتون، وحتى الميزانيات الدول المستضعفة هي التي تمول مجهود الحرب. ثم السؤال المطروح، من قال بأن الجيش الشعبي الوطني الجزائري لا يقوم بمهامه على أكمل وجه في حماية حدودنا وتكامل ترابنا ووحدته؟ لم نسمع إطلاقا هكذا تصريحات، بالعكس هناك إجماع حول هذا الأمر، أن الجيش يقوم بمهام. لماذا إذن نريد إضعاف جيشنا وتحويل طبيعته وإخراجه من حدودنا ليشارك في مستنقعات مستمرة؟